في مخاوف، في قلق، توتر نفسي. هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف، حاجات كتير بتأثر فيه. أي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه. أول حاجة اضطرابات في النوم، نوم مقطع، بيصحى مخضوض، بيصحى مخضوض كده، ده قلق نفسي واضح. بس يعني ايه، الدنيا هتظبط. التاور، انهيار البرج، برج قائم في حياتك، عايش معاك بقاله فترة، ممكن يكون تفكير، ممكن يكون رأي، ممكن يكون علاقة، ممكن يكون أي أسلوب حياة، بس ده كان خاطئ وبيأذيك يا حوت، خلاص هينهار ويحل محله نور بقى، شمس. الظلمة دي تفك بقى وتروح، يحل محلها نور. البرج ده لما هينهار هيحصل عندك عملية توازن، هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت. واضح انه مفيش اتزان الفترة دي فعلا، التقلبات المود قوية. يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي الابراج المائية التانية، متقلبين المزاج جدا. بس بقى يعني كمان التقلب حاد، في حدية في التقلب. الدنيا هتبتدي، هتلاقي ان المود بقى ماشي على وتيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي، بداية الشهر ده. الظروف مش مساعدك قوي يا حوت، نفسك تعمل حاجات بس واقف، في حاجة موقفاك. اللي موقفك ده انا مش عارفة اقول ده خوفك، لان انت عديت مرحلة الحذر، انت في مرحلة خوف، خايف تاخد خطوة. ايه الموضوع؟ خايف مش شايف الطريق قدامك، او قلقان من حاجة. القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو، خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف. ايه الحالة دي بقى؟ انت اضرب باوضاعك، وهنشوف يمكن الموضوع له علاقة بحالة عاطفية. لما نقرأ الحالة العاطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عاطفية، ده اللي عامل لك القلق ده. بس في خير جاي لك يا حوت. انت طبعا الحوت معروف بطيبته، ان هو طيب، الحوت طيب، ويعني عملت خير في حد، باذن الله الخير ده يرجع لك. او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مجهود كبير بس ما وصلتش نتيجة، ما جالكش المردود، هيجي دلوقتي بإذن الله، هيجي دلوقتي. الناس اللي عندها أوراق أو قضايا، في قضايا مستنيين حكم فيها، مستنيين بد فيها، أفتكر دي هتكون برضو سبب من أسباب الخير اللي جاي لك. واللي بيأكد لي ده الناس بقى اللي عندها ورث متعلق، الحيتان من المجموعة الأولى عندهم ورث متعلق، أفتكر ده ورث. الفلوس اللي جايلك من شخص كبير ده ورث، وقضايا كانت متعلقة واقفة. ان شاء الله الخير جاي، في خير جاي زي ما قلت، في فلوس من شخص كبير بإذن الله. اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما بتنطبقش عليهم، فيحوت انت تقريبا اسأت الظلم، يعني اسأت الظن في حد، او اسأت الحكم على حد. ما تتسرعش في احكامك يا حوت، انت تلقائي جدا، تلقائي وعفوي قوي، فبتعدي، ممكن تعدي منك حاجات سهو غصب عنك. لو انت ظلمت حد بليز راجع نفسك تاني، وانت يعني اكيد هتقر بغلطك، او على الاقل تحاول تصلحه. في كارت العدل، جاستس، زي ما قلنا، اما في ورق حكومي متعلق، او انت اسأت الحكم على حد او على شيء. The Hermit، انت حكيم يا حوت، وصلت لدرجة الحكمة، حكيم، عارف بتقيت تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك، ويعني اخر انسجام، عقلك اللمبة منورة، بص النور منور، وفي افكار بتجيلك وانت يعني محوطها لوحدك، عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك. The Hierophant، الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة، ما فيش علاقات جديدة في الحوت، المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة، العلاقاتهم قائمة،
في حالة ارتباط أو خطوبة أو شيء في إتمام زواج the hierophant. الناس المتزوجين الله أعلم بيمروا بظروف صعبة شوية. أتمنى أكون غلطانة بس من الواضح إن هما بيمروا بظروف صعبة شوية. طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تسرح، انت عارفين احنا بقى ايه احنا عايشين في البابل بتاعتنا، يعني الفوت بيبقى عامل كده لنفسه بالونة وقاعد جواها وبيحلم. موضوع الداي دريمينج او الاحلام اليقظة عنده عالية جدا، يحلم يحلم بيفكر، بس الحلم ده هيتحول لهدف، هيبقى عندك حالة اصرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي. طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا، ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه. الحوت في المسؤولية جبار جبار، بيشيل مسؤولية ويمكن كمان بيشيل اكتر مما ممكن يتحمل، بس احنا قلنا الموضوع ده ابتدى يتغير السنة دي والحوت استنصح وبقى بيشوف نفسه، واللي لسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي، يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يا حوت. حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده، لا ياريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيه عقلانية، ندي كل حاجة ما فيش مشكلة، بس لازم لما ندي لازم يكون في مقابل، لازم لما ندي ما نبقاش جينا على نفسنا. فهمتوا قصدي؟ ما تجوش على نفسكم بالطريقه دي، حبوا نفسكم شويه، ما دي مش انانيه، ده حب الذات، لازم تحبوا ذاتكم شويه. الحاله الماليه ما فيش فيها تطور، مش شايفه فيها تطور للمرحله دي. ما فيش سفر، محلك سر، انما في افكار شغاله هتتحول لاهداف. شدوا حيلكم، والناس اللي داخلين على زواج بإذن الله هيتم، مبروك مقدما. حالة القلق والخوف دي يا حوت يعني سكيب، حاول تعديها بسرعة وتحط بدلها هدف، احلم بهدفك ان شاء الله هتوصله. حالة توازن ان شاء الله داخل عليها يا حوت، وحالة موج البحر اللي انت فيه ده، شوية فرحان شوية زعلان شوية متفائل شوية متشائم، خلاص الدنيا هتبقى فيها بالانس، هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك. دي قراءة المجموعة الأولى العامة. الحالة المالية فل، والله يا سيد علي، يعني هي مش لوحدك، بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها أي تغير، فيبقى إيه، نخلي بالنا أيا كان اللي بيجي نقول الحمد لله وبإذن الله يبارك، ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاية. مازالت مستمرة؟ لا بصي يعني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص، مش هيفيدك بحاجة خالص. حاول تبدل إحساس الخوف والقلق ده بأمل وبهدف، حط هدف قدامك. لا لسه الحالة العاطفية يا مي، مش نشوف حالتهم العاطفية أخبارها إيه؟ ايه بتقولي ايه يا رانو؟ ما فهمتش. انا برج ايه يا ايمن؟ انا برج الحوت، واحنا بنقرا اهو. كلام صح جدا، بشكرك يا هدير. روان لا الناس اللي مش مرتبطين اصلا، السناجل لسه سناجل، ما شفتش علاقات جديده، يا رب اكون غلطانه ويبعت لكم طبعا كل خير، بس انا ما شفتش. الناس المرتبطين مخطوبين او في علاقه في اتمام زواج ان شاء الله. هو مجموعة تانية وبيننا خلافات كتير ومش بنتكلم. طيب تعالي نشوف الحالة العاطفية. ومطلعيني هو دعم الحالة المادية، غزيل الديون، ايه هتكون؟ سمعي الحالة المادية مش شفتش فيها تطور خالص حبيبتي. دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية، اخبار الشريك ايه، المتطلقين واللي متخاصمين والحاجات دي. ماكو سفر يا رفال، انا اسفة. يمكن اكون غلطانة، يا رب اكون غلطانة، بس ما شفتش سفر. انا كمان حوت، احنا سايبين فعلا بنتخدع كتير في ناس كتير قوي. انا جالي بدون المره اللي فاتت من الحمل. ليه يا دينا؟ هو يوم اللي كنت عصبه فيه كنت بره الحمل ولا ايه؟ I love you too، كتب اسمك بالروسي بس I love you too حبيبتي. يا ياسمين ده انت اللي امريني، يا روحي تسلميلي. عقرب هنقول قريب قوي يا نورهان، قريب جدا حبيبي.
طيب بشكرك يا جيهان. تفائلوا ان شاء الله في حاله توازن داخلين عليها، والقلق والتوتر ده باذن الله هيروح، وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله. وبخاف من كل حاجه جدا جدا، ملوش لازمه خالص يا ملك الخوف ده، حطي يعني اطمني، وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمانينه في قلبك، ما تخافيش من حاجه، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه جدا. وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو في فلوس جايه فهي جايه من شخص كبير، في فلوس جايه بس مش تطور في الحاله الماديه، في فلوس جايه ان شاء الله. نشوف كلمه صح. بشكرك يا منى قوي. طيب هنشوف الحاله العاطفيه للمجموعه الاولى، برج الحوت. مش عايزاكم تخافوا، القرايه في اولها كده مش مريح، بس هقول لكم حاجه حلوه في الاخر. حوت مش حاسس بشريكه خالص، شريكه مش مهتم بيه خالص، المجموعه الاولى نفسه في مشاعر جديده، عايز اهتمام بقى، عايز اهتمام، ويكاد يكون عايز اهتمام من اي حد بقى، مش بس من شريكه، من كتر ما هو عنده تعطش للاهتمام، نفسه في طاقه جديده، طاقته خلصانه خالص في العلاقه، طاقه خلصانه، بخ باي باي، مفيش طاقه اصلا. شايف شريكه ازاي؟ الحوت شايف شريكه ازاي؟ Queen of Wands، شايفه قائد، قائد كويس، شايفه مبدع، وشايفه يعني خياله حلو، تفكيره كويس، بيحب طريقة تفكيره، الحوت بيحب طريقة تفكير شريكه، وشايفه ان هو قائد كويس ومفكر كويس. طيب ده ايه دخله بقى بالعلاقة؟ ايه دخله بالرومانسيات بقى؟ الشريك مش عايز يديك مشاعر يا حوت، هو ماسك على مشاعره. ليه؟ ممكن يكون ده بسبب اكسبيرينس قديمه، خبره قديمه خلته حولته لهذا الشخص، ان هو ما بيحبش يدي لانه اتقرف قبل كده. ممكن يكون هو طبعه كده، ما بيحبش يدي، بس ماسك على حاجه، ماسك على مشاعره، ماسك على اهتمامه، ماسك على كل الحاجات دي، هو ماسك فعلا. وهو عنده مشاكل كتير، الشريك عنده مشاكل كتير وعنده هموم كتير، وفي حاجات كتير قوي بتدور في دماغه دلوقتي، دماغه مشغوله بحاجات كتير قوي قوي، فسوري اقول لك مش فايق لك، ده اللي انا شايفاه دلوقتي. ومحتاج كمان، ده هو بقى اللي محتاج مساعدتك، يعني شوفوا درجه ايه انت عايز ايه ومحتاجه منه، هو مش هيقدر يديهولك في الفتره الحاليه. ده بقى السيتويشن صعب صعب، لما يكون الشريك عايز اهتمام وعايز حب من شريكه، وشريكه اصلا في اللي مكفيه وعايز دعم شريكه اصلا، ف سيتويشن صعبه. بس شايفك ازاي؟ شايفك عيله، شايفك احتفال، مش احتفال، شايفك عيله، شايفك امان، شايفك صوره حلوه جدا. بص الصوره عامله ازاي، صوره امان، صوره عيله سعيده. يعني انتوا لو لسه ما اتجوزتوش، فهو شايفك العيله بتاعته، البيت بتاعه. لو انتوا متزوجين فما زال شايف الصوره دي، ان انت البيت وانت العيله. الطاقه ما بينكم في تغيرات سريعه بتحصل، كل شويه حاجه جديده، كل شويه بيجيكوا حاجه جديده. خير بقى مش خير، هو في الاخر شكله خير، بس الاحداث سريعه. التواتر، مش عارفه الكلمه دي صح ولا لا، التواتر الاحداث عندكم سريع، الريتم سريع. بس هو خير في النهايه، خير ايا كان ان شاء الله خير. اللي احنا طبعا عارفين مين اللي زعلان هنا، الحوت زعلان طبعا، بيغمس في ذاته، خلاص انت مش هتديني اهتمام، فبيبتدي الحوت ده يتقوقع في ذاته، وايه يدخل في حاله، مش عايزه اقول اكتئاب، لا داون، يعني داون، محبط شويه.
حزن ألم متألم بقى عمال بقى كل يوم بيعدي شايف شريكه ما بيهتمش أو ما بيصلحش أو ما بيحاولش إن هو يعالج اللي بيحصل حزنه بيزيد. لكن وبإذن الله يا رب أكون صح شهر كمان وهتتفقوا على حاجة خلاص هتتصالحوا هتقربوا يمكن تكون الأحداث بقى تبتدي تهدى الريتم السريع ده يهدى تبتدي مشاكل اللي هو بتاعته تقل تبتدي حالة التعطش انت للعواطف دي تبتدي تنزل عندك او هو يبتدي يلبي شوية ينتبه شوية فانت تهدى فهتبتدوا ايه تقربوا بصوا هتقربوا ان شاء الله هتقربوا الحالة اللي انتوا فيها دي ان شاء الله هتعدي. اهلا مهرة مساء الخير يا روحي. مش محتاجة رخص القراية هي افتكر كانت واضحة كفاية يا وفاء يا حياتي انت تسلميلي يا رب حبيبتي معلش يا حوت يعني كل حاجة هتظبط. وانا الصراحة اهلا فراس يعني مش بجد مش بقول ان انا جامدة يعني بس انا فعلا 99% من الحاجات اللي بقولها الناس برجع تقولي انها حصلت فبليز تراست مي استنوا الحالة دي هتظبط. انا عارفة الحوت اللي بيتألم جامد بس معلش ده وضع مؤقت ده وضع مؤقت ان شاء الله هيروح لحد مجموعة تانية بسرعة هنام. طيب يا محمد حاضر حاضر بس كمان لازم اشغل الكروت لازم الكروت تتحرك. اخوي حوز كل كلامك صح انت جبارة ما شاء الله عليك كل كلمة اكنك عايشة معي الله يعلي مرسي يا منار جدا مرسي حبيبتي قولي لأخوك إن شاء الله دي فترة هتعدي وإن شاء الله هو وشريكته هيتفقوا هيقربوا من بعض تاني. وسام هاي راح يكون صلح يا إناس إن شاء الله راح يكون صلح. حوت وجدال وتوافق متجوزين وعندنا مشاكل أي هم يعني تفضل حضرتك جنبنا. الدلو أكتر برج ينفع معاه الحوت صراحة والله يا منة بجد الحمد لله يتفقوا جدا الحوت والدلو حلوين جدا جدا مع بعض. مفيش علاقة بتخلى من المشاكل كل العلاقات فيها مشاكل انما علاقات مشاكل الحوت والدلو لطيفة يعني بتعدي عاملين توازن كده يعني في توازن في العلاقة. يو موت واكم يا زبيدة مجموعة أولى من ميلاد كام؟ المجموعة الأولى من 19 فبراير لحد 29 كل كلمة قلتي صح بشكرك يا سماحة قوي مطبق ليا بس مستنية أكلمك على المجموعة الثانية. برافو عليكي يا سارة على فكرة ممكن المجموعة تنطبق عليكي أكثر من المجموعة لتاريخ ميلادك أصلا. ثانك يو سو ماتش يا منى اتس ان اونر ثانك يو حبيبتي. طيب هشفر الاول عشان ما عادش اقطع تاني. المجموعة الثانية برج الحوت بتبتدي من 1 حتى 10 مارس. انا معاكم في الليلة دي خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حوت انت مسؤول عن الرعية بتاعتك ست بقى راجل انت المسؤول يعني ايا كان شريكك فانت شايل اكتر. انا الحوت في المسؤولية الصراحة يعني بيشيل مسؤولية كويس فانت شيلتك اكتر الرعية او اهل البيت سواء اطفال صغيرين او حتى لو يعني اهلك باباك ومامتك كبار فانت الراعي بتاعهم انت اللي بتشيل وانت اللي بتهتم وانت اللي المسؤولية عليك بيعتمدوا عليك في كل حاجة انت اساسهم انت اساس حياتهم.